طبعا هي بتحط بيض اهيت لو عايز تاخد. طبعا مع درجة الحرارة مرتفعة بتوصل لخمسين او توصل لخمسة واربعين، النحل طبعا ما يقدرش ان هو يعيش في الاجواء الحارة دي. فبنقدر ان احنا نتغلب على الموضوع ده ان احنا بنحط النحل تحت مظلات، وفي نفس الوقت بنعمل بخاخات مية، وغير كده كمان قدرنا ان احنا نعمل سلالة تقدر ان هي تتغلب على الحرارة في دولة الامم المتحدة، اللي هي الخاصة بالجيناتكس. قدرنا نختار الجينات اللي في النحل اللي تقدر ان هي تخلي ملكة النحل تعيش في الأجواء الحارة. That's why the hexagon wax is, or the honeycomb is edible because it's from here. Yeah, the bees made that one as well. تغيير المناخ له دور كبير وعامل كبير جدا ورئيسي على انتاج العسل او انتاجيه العسل. طبعا لو ما نزلش مطر النحل بتاثر، وطبعا لو درجه الحراره ارتفعت في الموسم برضو النحل بيتاثر، ممكن ما يجمعش عسل في السنه دي. طبعا بنامل ان تغيير المناخ السنه بدايه السنه ان شاء الله ان هو بدايه تغيير مناخ يكون للاحسن. دي كلها الوان متعارف عليها عالميا، بحيث ان احنا كل خمس سنين بنغير تغير لون الملكة عشان تعرف عمر الملكة قد ايه. لو بصينا جوه العين السداسية هنلاقي فيها رقاق. طار الورد ده بيجي بيهاجر من اوروبا، بيجي هنا بياكل النحل. يقدر ان الطائر الواحد ممكن ياكل ما يقرب من 80 نحلة في اليوم، فبيجي بكميات كبيرة، بيجي بأسراب كبيرة جدا. طبعا بيهجم على المناحل أول شيء لأنه بيجي من هجرة، فبيجي جعان جدا، فبيبدأ إن هو يهجم على المناحل، بيبدأ يأكل في النحل. ده طبعا الطائر الوار ده بدأنا إن احنا نشغل له مكبرات صوت أو صوت الصقور والنسور إن هو تبعده بعيد عن النحل.